بغيت ندير واحد التصويب على واحد المقال تحط في التواصل الاجتماعي ديال فيسبوك على المشكل ديال التجار جوطي الدرب غلف. بالنسبه لذاك الموقع كيقول بان التجار كاين فيهم واحد الزعيم ديال الهواتف المقاله. احنا الحمد لله بالتوضيح ديالنا بان الحمد لله التجار جوطي الدرب غلف تجار نزاع كيبيعوا الهواتف ديالهم بالفاكتوره ديالهم. هذاك الخبر زائف لا اساس له من الصحه. الحمد لله جوطي الدرب غلف سوق عالمي معروف كيجيو الزوار فيه. الحمد لله ما عمرنا كان عندنا شي مشاكل جوطي الدرب غلف. وحنا بغينا نعرفوا داك الخبر اللي كان صحيح, بغينا نعرفوه ونعرفوا هاد الزعيم اللي كاين جوطيه. حنا كنتبرؤوا منه, هذا اللي كان شي زعيم في جوطي الدرب غلف كيبيع الهواتف كما قال داك المقال. حنا مستعدين باش نوقفوا معاه ولا نمشوا للقضاء ضده. بالنسبه لهاد المقالات اللي كيتحطوا على جوطي الدرب غلف, هاد المقالات زائفه لا اساس لها من الصحه. شنو في هاد المقالات شنو كيقول؟ هاد المقال كيقولوا بان هو التجار ديال جوطي الدرب غلف كاين فيهم واحد الزعيم كيجيب الهواتف مهربه. ما كملتش انا, ما بغيتش كاع نقرا صحيح تقرا هذاك المقال, لان هذاك المقال لا اساس لها من الصحه ما بغيتش نقراه. غير الاخوان اتصلوا بيا قال لي راه كاين واحد المقاره كيهضر على التجار ديال الدرب. بالنسبه لنا حنا التجار عندنا الغيره, لان السوق حنا كنعيشوا فيه وكنتسقوا الله فيه. ضروري خاصك بحال كيجي شي واحد كيتهمك. هذا السوق سوق راه سوق عالمي الحمد لله. حنا اي حاجه في السوق كتوقع كيتصلوا بينا الاخوان كنعرفوها. بالنسبة لك كان هذا المقال صحيح, بغينا هذا المقال يجي يوضح لينا ورينا هذا الزعيم هذا. حنا نتاجئوا للقضاء ضد هذا الزعيم هذا. بيان سي كان في هذا الشيء ملي كتحط عليك واحد الحاجة كيجي كيقول لك راه التجار كاين واحد الزعيم جوطي الدرب غلف. شنو كيعني؟ راه كيعني بانه كيتهم كاع التجار. هذه الرسالة اللي بغيت نوجه لهذا المقال هذا, يجي عندنا مرحبا ويورينا ويوضح لينا ويجي يورينا هذا المحل ولا هذا الزعيم هذا. حنا بغينا نعرفوا هذا الزعيم اللي كاين جوطي الدرب غلف, بغينا نعرفوا حنا ونحطوا الرجال الأمن نزل القانون. حنا ما غاديش نسكتوا على هذا الشيء. وهاد المقالات عارفين حنا زائفه وعارفين عندنا الاعداء ضد جوطي الدرب غلف اللي كثار في المقالات اللي كيكتبوا. هذا الخبر انا كنفيه بالنسبه لي كتاجير لا اساس له من الصحه.